أول مسألة يا أخواننا دايريننا من الحضور كلهم، أول مسألة دايريننا من الحضور إنه لو زول كورك يا أخواننا ما تكوركوا معاه. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين فقال الذين، فبشر عباد الذين يستمعون القول. فالإنسان المؤمن الصحيح هو الذي يستمع الكلام أولا ثم يرده بالكتاب والسنة. ده مش هو كلام الله يا أخواننا في سورة الزمر. فأخواننا نحن دارين يا أخواننا أي زول كورك ما خليه كورك، لأنه نحن عندنا رسالة دارين نقدمها لكم، والناس دارين يشغلوكم شان ما تسمعوا الحق، عرفتها؟ شان ما يسمعوا الحق. ونحن في النهاية بقول كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لو عندك راجل أرجل من الرسول جيبه لنا، فهمت؟ ما في أي راجل أرجل من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا واصل فيما بدأ به الشيخ أخونا محمد نورين، أن أخواننا أكبر المصائب هي البدعة في الدين. ولماذا دعاة التوحيد ودعاة السنة لماذا ينكرون مسألة البدعة ولماذا أغلظوا للناس في هذا الباب؟ يا أخواننا زول داري كوري خلوه، زول ما سمع كلام الله بيسمع كلامك؟ ما بيسمع كلامك، عشان كده خلونا هنا والليلة جايينك بكتب ما داير كواري. انت قول لي ده ما كتب الشيخ، انا جايك بكتب. ما تبقى زول بتاع كوراك ما بحل مشكلة، لو كان بحل مشكلة كان حل اولا سنة ثالثة في الابتدائي، فهمت؟ الموضوع ما بالكواريك، الموضوع بأدلة وآيات وأحاديث. هذا للقانون جنبك كلامنا ده كذب، افتح فينا بلاغ، فهمت؟ داير تسمع كلام الله، دار تسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودار تتأكد انه الآيات دي صح ولا احنا قاعدين ننجر آيات من رأسنا. المصحف قاعد، وهنا بتلقى كثير من الناس يدوك مصحف تراجع، انا بديك انت تراجع الآية طوالي في محلك وقتي، فهمت؟ فما تكورك ساكت، نحن دارين يا اخوان الناس كلهم يستنطوا ويستمعوا للكلام. انا عندي بس تعليق واحد وحاجة اخش لك في موضوعي. التعليق هو انه يا اخواننا نحن ليه كلامنا في انكار المولد؟ الزول المسلم البسيط النازل ما بحب الرسول ولا شنو؟ ما زول قد يسأل صح؟ الزول ما بحب الرسول ده كافر، ده ما مسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن يا أخواننا دارين الناس يعني ثبتوا مفاهيم، لأنه بيجوك هنا صوفية بيجاي في المحل ده يكذبوا يغشوا على المسلمين، وبتسمعهم في المولد وغيره في الجرائد مفتوح عليهم، ونحن غير الحلقات دي ما عندنا محل، عشان كده بحاول يشوش عشان انت ما تصلك المعلومة صحيحة. دي المسألة الأولى عارفها، زول ما بحب الرسول ده كافر، ده ما عنده أي علاقة بالدين، فهمت؟ فدي ما دي مسألة انتهت. المسألة نمرة اثنين، إنه الزول أو الناس أخير لهم والأفضل لهم ولا يكمل ولا يتم إيمانهم إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أديك بس كلام بتاع عدو، مش قالوا والحق ما شهدت به الأعداء؟ ما جاء في صحيح مسلم قصة طويلة، قصة تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، إنه ركب البحر وكانوا في سفينة وسفينتهم انكسرت ولعبهم الموج، والموج ودهم جزيرة لقوا فيها المسيح الدجال، ولقوا لاقتهم الدابة ودتهم للمسيح الدجال. فسألهم المسيح الدجال أسئلة، قال ما فعل كذا ما فعل كذا، سأل عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية. ليه سأل عنها؟ لأنه إذا جاءت الساعة انتهى نخل بيسان وبحيرة طبرية وغيرها، دي كلها بتنفب إسلام ذاته إنه لاقى المسيح الدجال. قال لهم، قال فما فعل؟ قال قاتلهم فأطاعه من يليه من العرب. الناس المعاو في الجزيرة العربية دخلوا تحت حكمه وأطاعوه. يلا الشاهد بتاعي جاي بعد شوية. فقال المسيح الدجال، الناس بتكورك ده المسيح الدجال، سمع الكلام انت ما دار تسمع؟ دار تبقى أسوأ من المسيح الدجال؟
فقال المسيح الدجال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. أخير لهم قال يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا جاب لك شهادة من كافر ولا ما كافر؟ المسيح الدجال مكتوبة عديل في جبهته، أسي أوباما مكتوبة في جبهته ما مكتوبة، لكن المسيح الدجال شنو؟ مكتوبة في جبهته. الكافر المسيح الدجال المجرم قال أخير الناس يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه نحن بننكر البدع والموالد؟ عشان كده الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي هو بريء من مالكية الصوفية قال من زعم أن في الإسلام من ابتدع بدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دين. يا أخوان الناس تفهم الموضوع، تفهم الموضوع. ولذلك أخطر ما في البدعة إنك شقيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك بقيت أسوأ من المسيح الدجال. ولا كلامي ده كيف؟ ده بلا أدلة، فهمت؟ وإنت خالفت الإسلام وشرعت في الدين ما ليس منه. ولذلك البدعة ما جاء بهذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد، ما جاء بها أحد من العلماء الأمة المعتبرين. أنا داير كتب المالكية قاعدة، كتب الشافعية قاعدة، كتب الأحناف قاعدة، كتب الحنابلة قاعدة، ما في واحد من العلماء احتفل بهذه البدعة، بدعة المولد. بل المالكية الذين ننتسب إليهم في السودان أكثر ناس تكلموا عن المولد. الإمام الفاكهاني والإمام الشاطبي وغيرهم من العلماء، الإمام الطرطوشي وغيرهم، قالوا الزول لو شال بس صحيح البخاري وقعد يقرأ فوقه ويقرأ الأحاديث وما جاب اختلاط ولا جاب نوبات ولا جاب خيم ولا لما الناس، قال فهذا بدعة منكرة. ليه بدعة منكرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمله. شوف أديك أثر تاني للإمام مالك يفهمك الموضوع ده. الإمام مالك في الحج واحد قال أنا دار أحرم من المدينة، الإمام مالك قال له والميقات المحلة الفلانية، ما تحرم إلا من الميقات. قال للإمام فإن فعلت ذلك فأي شيء في ذلك؟ قال إني أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك قال له أنا خايف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ ما هو الموضوع لو بقى بالنجر أي زول بنجر؟ قال له هي ميلين ثلاثة، يعني ربنا يحاسبني على الأميال؟ هو الموضوع في الأميال، الموضوع في شنو؟ في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ زي إبليس نجر من رأسه كده، قام لما ربنا قال له أسجد قال أسجد لمن خلقت طينة؟ قال ما بتجي يا أخي النار تسجد للطين؟ دي ما بتجي، وكلام إبليس باطل ذاته، لأنه النار ما أحسن من الطين، النار دي بتحرق والطين بيبني، وكلام كثير برضو لو في حلقة تانية نرد على إبليس. المهم خلينا مع الصوفية هنا، فهمت؟ فالكلام ده أخوانا ده فيه الإمام مالك قال له ربنا سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم شنو؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك على خير ما عرفه رسول الله ولا أصحابه. الناس اللي بيحتفلوا ديل انتوا احسن من الرسول؟ ها؟ ولذلك يا اخواننا البدعه دي مشكله. البدعه دي اول حاجه فيها مفاسد كثيره، من مفاسدها بتفرق الامه. نحن دارين نحتفل معاكم، نحتفل مع القادريه ولا مع السمانيه وياتو قادريه، صاد قاب وبدر كباشيه الشيخ من محايته بيبسي ياتو فيهم، نحتفل مع السمانيه البرعي، سمانيه ام درمان احمد الطيب البشير، السمانية الكريدة، السمانية ياتا، فهمت؟ تفرق للأمة. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ده أول أمر إنه فرقوا الأمة، ده غير البلاوي الثاني. من الأمور الإشكال الكبير فيها في المولد إنهم ينشروا عقائد كفر بالله.
حاربها رسول الله، وأخرج من مكة من أجلها، وعاد أهله من أجلها. الناس تلقاهم في المولد، في المولد تلقاهم يقروا شايلين لهم كتاب. وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه، ودخلت حلق المغفر في وجنته الشريفة، وسال الدم من وجهه، وقال وقال وأوذي 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 في شنو؟ في التوحيد. الليلة تعال شوف، تعال شوف الشرك القاعدين ينشروه. ما مصدق كلامنا؟ ده كتاب، دي كتبهم موجودة هنا في الدار السودانية للكتب، فهمت؟ الدار السودانية للكتب، أمشي مغابر الأتراك شرق طوالي أو الشمال الشرقي لمركز الإنقاذ الطبي. الكتاب ده دي طبعة قديمة أو دي طبعة ثالثة، في طبعة تانية موجودة وفي طبعة جديدة 2015. شوف في المولد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا في شنو، فهمت؟ طيب أنا احنا دارين الشعب السوداني يعرف دين. طيب هنا الشيخ يتكلم عن نفسه، وكل هذه الموالد في النهاية بكون نهاية شرك بالله. طيب الشيخ قال ذراعي من فوق السماوات كلها، تكلم عن نفسه، ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جمع وترتيب السيد الفقير إلى لطف مولاه الجليل الجيلاني البغدادي السيد الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري غفر الله له ولوالديه. فهمت؟ هذا اللي بيقول في الكلام ده. قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هي موجتي. كلام ده كفر بالله ولا ما كفر؟ قال وأعلم علم الله أحصي حروفه، عرفت؟ وأعلم موج البحر كم هو موجتي. وربنا سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى قال وسع كرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ربنا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الشيخ بيقول لك أنا بعلم علم الله. أنت لو دار تشوف كلامنا ده صح ولا غلط، عندك واحد من اثنين، يا تركب للجماعة دين في المكتبات دي تتأكد، ولا أمشي للصوفية ذاتهم قول لهم النازل قاعدين يقول الكتب دي حقتكم، رأيكم فيها شنو؟ طيب أنا أمشي معاك لقدام. الشيخ قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، كان مع نوح قال، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي. والقرآن قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الصاح كلام القادر ولا كلام الله؟ ما في حاجة بتخليك تكورك، ما في حاجة بتخليك تزعل، يا كلامك صاح والقرآن باطل، عشان بعدك لو بقينا مستر هنفر ولا لونيل ميسي ما تزعلنا، فهمت؟ أو تجي تقول لنا كلام أبوك الشيخ باطل وكفر وشرك وإلحاد وكلام الله الحق، وده ما داير له خيار، كلام واضح، فهمت؟ قال إلى أن يقول أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء، وما برئت بلواه إلا بدعوتي. وربنا قال وأيوب إذ نادى منه ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي. ركز معي هنا، قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ها؟ بعد ما قال الكلام ده قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما تعرفون حقيقتي. يعني أنت لو مشيت للقادرية في الخيمة بتاعتهم بتعرف حقيقتهم إنه بيزعم شنو؟ إنه الله. قل هو الله واحد يا قادرية، يا صوفية الله الصمد، يا تجانية يا سمانية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هنا
الكتاب ده كتاب ابوك الشيخ البرعي، دي الصورة بتاعته في الصفحة الأولى، عرفتها؟ لما كان صغير. هذه الصورة بتاعته، عرفتها؟ يا بعد يا اخواننا زول الدار الحق بيشيل الحق، وداري كورك ساكت، كورك انت لو دارت تبع ساكت تقرب، لأن ربنا سبحانه وتعالى ربنا في القرآن قال لك إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هنا في القصيدة اللي أنا دايرة قصيدة الشيخ بيتكلم عن نفسه وبيقول إنه بيعلم الغيب صفحة 296 هذا للكتاب بتاعه. قال فماك نزاور تزور شنو يا الله؟ هل داري زور بيت الله وكذا ولا داري زور شنو؟ قال قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور ركاز المسكين ركازه يعني اللي برجع لهم المسكين. وربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا النزاور ديل لا إلا أن يقول منهم مساهر منهم ينوم يصحى زكي قلب طاهر منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الكلام ده صفحة 297 كفر بالله تبارك وتعالى في كتاب أنا داير من الكتب أول كتاب بتاع البرع الثاني كتاب الصغير هذا اللي قاعد عرفته الشيخ أبوك الشيخ بيتكلم هنا في الصفحة رقم 40. انت قال الناس ليه بيمشوا للشيوخ ده البرعي الكتاب ده مطبوع في دار الأصباط للإنتاج الفني والتوزيع التلفون 123-5252 مبتل رقم مميز كمان. طيب صفحة 40 هنا الشيخ بيتكلم لك عن انه لو انت بقيت معه دقست خشيت المولد وأكلت معه في المهيوبة وخشيت معه الطريقة قال بيعمل لك شنو؟ قال الشيخ قال يحضر مريده في النزع والجبير لما يجي يمرق روحك الشيخ بيحضر ماله داري يشجع مازنبي داري يقول للملائكة يخففوا عليك النازل عليك. وربنا عشان يكذب البرعي ويكذب الصوفية كلهم ربنا قال في صورة الواقعة افتح المصحف ما تكورك ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون بيشوفوا زولكم داري موت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ربنا تحداك تقدر ترجعوها؟ صوفية كلهم خليك من الصوفية الأنبياء والرسل بيقدر يرجعوها؟ ربنا قال في سورة الأنعام قرآن فرطك أي طريقة لافة في الوطأ أو على غير الوطأ. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنا كتاب أزهير الرياض بتاع عبد المحمود نور الدائم قال الشيخ جاء ملك الموت لقبض روح المريد يلا انا بجي بشرح لك الابيات دي ذاتها ده كله عشان الناس تصدق ويا ريت يصدقوا. عبد المحمود نور الدائم قال ابو الشيخ ملك الموت حضر ليقضي روح ولده قال فحضر احمد الطيب وقال لملائكه القبض اما قلت لكم لا تقبضوا روحه قال فرجعوا عند ذلك. يا ناس ده دين الصوفيه الان فهمت ده الدين بتاع الصوفيه. هنا الكتاب بتاع ليك سلام مني صفحة 40 قال للحجة يلقن بأحسن التعبير يعني لما يدفنوك تحت الشيخ بيلقنك وتحت ما معك إلا الملكين وعملك قاعد معك وأنت تسأل وتقعد فإما أن تجيب بالخير فتكون من أهل الجنة وإما أن تجيب بغير ذلك فتكون من أهل النار والعياذ بالله. تاني ما في محل تالت لكن الصوفية قالوا الشيخ
ممكن يحضر معك السؤال عشان يجي يجاوب لك إذا أنت ما قدرت تجاوب. دي الكتب نحن ما قاعدين نقول كلام، ما قاعدين ننكت على الناس، دي كتب أنت أمشي اشتريها هذه لا. طيب قال وله يؤانس في الوحدة والشبر. يا أخوانا البوانسك شيخك ولا عملك؟ ديل قالوا بوانسك الشيخ، شيخ يجي يتونس معك. سؤال طيب، الشيخ بيتونس مع ياتو مريد، سماني في سنار ولا سماني دفنو برا السودان ولا سماني في خورطقت ولا شمس فرملت، يتونس مع منو؟ فهمت يا ناس؟ انتوا بتلعبوا علينا يا ناس. الناس تصلي عقيدتها، ده المولد كده. المولد عبارة عن هدم للإسلام ولعقائد الإسلام. كتب كثيرة، ده كتاب طبقات الشعراني، فهمت؟ افتح لي محمد الحضري الجزء 2 صفحة 106، الكتاب ده بس قديم مقطع، فهمت؟ ارجع كده صفحة 106، انا حافظ الكرامة لكن دار اقرأ لك من جوا عشان تعرف الحاصل. الكتاب بيبيعوه في الدار السودانية للكتب، بيبيعوه في دار العلوم شرق المسجد الكبير ام درمان، دار العلوم هناك، فهمت؟ قال ومنهم الشيخ محمد الحضري، فهمت؟ قال ومن كراماته المدفون بكده، قال ومن كراماته انهم سألوه الخطبة، فهمت؟ قال فصعد المنبر ثم قال بسم الله والصلاة، قال بسم الله وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. قال فقال الناس كفر، قال فسل سيفه فخرج الناس من المسجد. قال فجاء أهل 30 قرية كلهم يقول ويحكي نفس الحكاية. ده محمد الحضري، فهمت؟ والكتاب ده مدح البرعي في قصيدة مصر المؤمنة، قالوا سيدي الشعراني الناشر لعلم الله. ولذلك نحن نصيحتنا لكل الناس كما قال السلف، البدعة تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، والبدعة بريد الكفر كما قال علماء السلف. ولذلك أخواننا هذا المولد ما فعله رسول الله ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا واحد من الأئمة المتبوعين. أخواننا نبهوني، قالوا في صوفي بيجي هنا قال نفسه فاهم حاجة، بعد قام جاب له نجرات جديدة، فهمت؟ قال إنه أنا دار رد على الشبهات دي سريع، قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وهو يزعم بذلك أنه يعني يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن نرجع لشنو؟ للقرآن والسنة. استدل بأحاديث ضعيفة، منها حديث إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ومنها أن الله قال لما أردت أن أخلق الخلق قبضت قبضة من نوري فخلقت منها محمدا ثم خلقت من محمدا جميع الخلق. ولما أصاب آدم الخطيئة قال اللهم إني أسألك بحق محمد. كل هذه الأحاديث أحاديث موضوعة، معناها شنو؟ معناها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه في ناس مساكين يقول لك أنتوا بتضعفوا في الحديث وتسمنوا في نفسكم، يا أخ ده كلام فارغ ساي. أسئلة وقلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يقال لهم السمانية أينما وجدتموهم فاقتلوه، تقول لي لا ما قال، أقول لك أها ما برضو ما قال. الموضوع بكتب، فهمت؟ أسي أنت لو دار تبقى عسكري وجيت لبست كاكي قلت الأخضر ده أنا عاجبني، بيفتحوا فيك بلاغ وبيعمل لك 700 ماده تبقى في التحلك. الا الدين اي عاطل ينجر فوق يا زلمه. ده حديث موضوعه كما قال الامام البيقوني، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وممن ضعف هذه الاحاديث الامام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وكذلك الامام السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه، والامام الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وغير من العلماء. ده نمرة واحد. لكن القرآن بخلاف هذه العقيدة، ربنا قال في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر، إنما دي أداة حصر، إنما أنا بشر مثلكم أي خلقت من جنسكم. لكن هل الرسول في المكانة والمنزل زينا؟ لا. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والمشركين كانوا بيقولوا دايرين ملك مخلوق من نور، ده كلام المشركين الاوائل يا صوفيه، انتوا دايرين تتبنوا صح وتبنيتوا اصلا. ربنا حكى في سوره القمر عن قوم صالح عليه السلام قالوا ابشرا منا واحدا نتبعه
إن إذا لفي ضلال وسعر. ربنا قال قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد ما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرؤسوا الكفار دي المجرمين كيف قال له لو طلعت السماء وجبت لنا كتاب لغاية ما جدنا قصي ابن كلاب يمرق ويقول التصادق حتى نحن نتبعك فهمت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي. رد الرسول صلى الله عليه وسلم كان شنو قل سبحان ربي هل كنت إلا شنو بشرا رسولا. يبقى الرسول ما نور ده كلام منه ده كلام القرآن. فيبقى الصوفي ده ظلم ملخبط. عشان كده الإمام القرطبي في التفسير تفسير سورة طه لما جاب قصة السامر المجرم سأله قال وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي ده من أئمة المالكية قالوا له عندنا قوم يقال لهم الصوفية يقومون فيأكلون كثيرا ثم يرقصون كثيرا ده المنتخب القومي ولا ده الصوفية ده الصوفية. فقال له قال له سؤالك ده ذاته ما مفروض تزاله ليه قال له يرحمك الله قال له ده الناس ما قال له يرحمك الله مذهب الصوفية مذهب ضلالة وبطالة وجهالة. ونحن الحق ده يا اخواننا دارين نبصر به والناس لا متبعينك عشان نعمل حزب ولا نزين انتخابات ولا دارين من زول يملينا قروشنا نحن بغنينا ربنا سبحانه وتعالى. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نحن دارين أي مسلم يوحد الله لأنه لو لقيت الله بالعقائد اللي قلنا لك دي ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء الله نلتقي الحلقة الجاية.